افتتاح الفرن البهنسي بخصوص موضوع كروت السولار والبنزين اللي عايزين يطبقوها. طب انا مخبز شغال بسولار دلوقتي، تمام. هشوف الموضوع ده هل هيأثر عليا ولا الحكومة هتعمل معايا ايه، لان انا في الوقت الحالي بشتري السولار بالغالي، الصفيحة بحوالي 40 جنيه، تمام. و معرفش بقى في الوضع الجديد ايه اللي هيتم، لان هيبقى اي ضغوط عليا هتأثر عليا في المحل. يعني تفتكر ده هيزود السوق السوداء ولا هيقللها؟ لا، هو متهيألي الكروت دي لا مش هتزود السوق السوداء، على اساس هتبقى محكومه يعني. حته بقى هيزود السوق السوداء ولا هيقللها، لا متهيألي هو مش هيزود السوق السوداء لان هتبقى محكومه قليله. انا بتكلم انا عن نفسي كصاحب مخبز. انت بقالك كام سنه عندك؟ هنا؟ لا 50 60 سنه. اول مره تطبق حاجه زي كده؟ اول مره تطبق موضوع الكروت. اول حتى هو كان الاول لما كان السولار بيغلى علينا كانت الحكومه بتعوضنا بنسب، يعني على اساس ما نحسش بايه؟ بالفروقات يعني. انما دلوقتي لما يتطبق بموضوع الكروت، انا عايز اعرف انا هيبقى وضعي ايه ونظامي ايه، لان المكان اللي انا فيه دلوقتي اسمه شارع شميس، متعذر ان الغاز الطبيعي يخش فيه، تمام. معرفش بقى، معرفش ايه اللي هيتم معانا، ولا حصل معانا اجتماع الفتره اللي فاتت دي بالنسبه للتموين او نص ساعه، وممكن سيادتك تصور العيش يعني الركود، مفيش ولا زحمه ولا طوابير ولا ضغط ولا اي حاجه خالص. ده بالنسبه للمنظومه، يعني المنظومه اللي عملها وزير التموين اثبتت نتيجتها ونجاحها، تمام. بس احنا مش عايزين كاصحاب فران، بالذات الفران اللي هي شغاله بالسولر، تبقى متضرره من اي اوضاع جديده، لان العمليه يعني مش مستحمله.